اليوم أشرفنا بشكل شخصي على إجراء تفتيش تعليمي لمديرية نظم المعلومات. هي أحد المديريات الاختصاصية المهمة من دوائر دارة مكتب الأمين العام، وهذه المديرية طبعا تعنى باختصاص دقيق مهم جدا. صح هو العدد قليل ولكن يقوم بأعمال كبيرة. المهام والواجبات والوظائف حقيقة راح يتم تدقيقها بشكل كبير. الدرجة راح تكون على العمل الاختصاصي. أعتقد هذا التقرير راح يساعد بشكل كبير، ومن خلال حضوري مع مجموعة كبيرة من الاختصاص، على إعطاء فرصة لصناع القرار ومتخذيه على التعامل مع هكذا مديريات. كلفت أنا اللواء المهندس فوزي فلاح سعود بقيادة هذه المجموعة. حقيقة المجموعة تم اختيارها من قبل السيد المفتش العسكري العام المحترم بدقة. كثير من الجانب الفني بها، المهندسين من نظم المعلومات ومن صنف الاتصالات العسكرية. حقيقة مديرية نظم المعلومات تخطي خطوات جيدة بالاتجاه الصحيح. احنا راح نكون داعمين لها بتقريرنا. تم تقديم إيجاز مديرية نظم المعلومات أمام السيد المفتش العام والهيئة التفتيشية، وأبدوا ملاحظاتهم، وبالتأكيد كانت ملاحظات قيمة ودليل عمل في تطوير ودعم مديرية وتقويم أداء مديرية نظم المعلومات. وأكد السيد المفتش العام من خلال تجواله في أقسام مديرية نظم المعلومات بأن هذه المديرية لها دور كبير وتعتبر مصدر من مصادر إنتاج البرامجيات وقواعد البيانات.